إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. هنالك حكمة تقول: فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل، ومعناها أن الأفعال أقوى تأثيرا من الكلام. فلو أن رجل فعل موقف أخلاقي يدل على الأمانة والتقوى مثلا، سيكون أقوى بشدة في آلاف الناس من ألف محاضرة يلقيها إنسان عن الأمانة. الأمانة تعتبر من الصفات الهامة والأخلاقيات الهامة التي يجب على المسلم أن يتصف بها، فهي من الأخلاقيات السامية للإنسان، وبدونها فإن الإنسان يفقد معنى المروءة والإنسانية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم أحبتي في الله مع موضوعنا الشائق الرائق يهدي للتي هي أقوم، والتي نعيش فيها مع قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة في أبواب المعاملات والعلاقات بين الناس. تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، التي وردت في سورة القصص. هذه الآية الكريمة جاءت ضمن قصة موسى عليه السلام مع صاحب مدين في سورة القصص، والذي كان عاجزا عن طلب الماء، فخرجت ابنتاه للسقيا بيد أنهما تأخرتا انتظارا لصدور الناس عن البئر. إلا أن مروءة موسى عليه السلام وشهامته حملته على أن يبادر من غير أن ينتظر سؤالهما بقضاء حاجتهما والسقي لهما، فأعجب هذا الفعل الفتاتين فذكرتاه لوالدهما المقعد عن العمل، فأرسل في طلبه. فلما جاء وحدثه بخبره، قالت له إحداهما وهي العالمة بعجز والدها عن القيام بمهام الرجال: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقولها إن خير من استأجرت القوي الأمين تعليل لطلبها، فالقوة في العمل والأمانة في أدائه على الوجه المطلوب. هذا التنصيص على هذين الوصفين هو من وفور عقل هذه المرأة التي رأت اكتمال هاتين الصفتين في موسى عليه السلام، وهو دليل كما سيأتي معنا أن هذا من المطالب التي يتفق عليها عقلاء البشر في كل أمة من الأمم وشريعة من الشرائع. وقد أخذ العلماء أحبتي في الله رحمهم الله هذه الآية مأخذ القاعدة في من يلي أمرا من الأمور، وأن الأحق به هو من توفرت فيه هاتان الصفتان: القوة والأمانة. وكلما كانت المهمة والمسؤولية أعظم، كان التشدد في تحقق هاتين الصفتين أكثر وأكبر. فإذا عرضت عليك أمانة المنصب وحملتها، فتذكر أنها تكليف ستسأل عنه يوم الدين. أما إذا اعتقدت ولو لوهلة أنها تشريف يهابك ويحترمك بسببها الخلق، فتذكر هيبة المحشر لتنسى ترهات ما اعتقدته. أيها الأخ الموفق، إن من تأمل في آيات القرآن الكريم وجد تلازما ظاهرا وبينا بين هاتين الصفتين القوة والأمانة في عدة مواضع في القرآن الكريم. ومن ذلك ما وصف الله به مبلغ الوحي والرسالات إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جبريل في قوله: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، في سورة التكوير. فانظر يا عبد الله كم وصفا وصف الله به هذا الرسول الكريم. ومن ذلك وصفه بالقوة والأمانة،
وهما من أعظم عناصر النجاح والكمال في من يؤدي عملا من الأعمال. والموضع الثاني من المواضع التي لوحظ فيها وصف القوة والأمانة فهو قول يوسف عليه السلام للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذه وردت في سورة يوسف: أي حفيظ الذي سأتولاه فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات. وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه. ولا يخفى أن إدارة الأموال أو أموال مجموعة مثلا من الأيتام تحتاج إلى هاتين الصفتين، فكيف بإدارة أموال تتعلق بجماعة، أو كيف بإدارة أموال دولة بأكملها؟ ولهذا أبرز يوسف عليه السلام هاتين الصفتين ومدح نفسه بهما، لا لذات المدح بل لأن الوضع الاقتصادي في مصر آنذاك يقتضي مبادرة في ضبط إدارة أموالها، خصوصا وقد كانت مقبلة بحسب الرؤية على سنين عجاف مجدبات تحتاج إلى حكمة وتعقل في الصرف. أما الموضع الثالث من المواضع التي لوحظ فيها وصف القوة والأمانة في القرآن الكريم فهو ما جاء في قصة سليمان عليه السلام، وهو يعرض على من كان عنده أمر إحضار عرش ملكة سبأ. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، في سورة النمل. وقال غير واحد من السلف حول هذه المواضع الثلاثة: وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، كما قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. والقوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة مثلا في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر. والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. والأمانة ترجع إلى خشية الله وأن لا يشتري بآياته ثمنا قليلا، وترك خشية الناس. وهذه الخصال الثلاثة التي اتخذها الله على كل من حكم على الناس. ثم إن المؤدي للأمانة أحبتي في الله مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده، والمطيع لهواه يعاقبه الله سبحانه وتعالى بنقيض قصده فيذل أهله ويذهب ماله. وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك، فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أقفرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم، وكان في مرض موته. فقال: أدخلهم علي. فأدخلوهم وهم 14 ذكر ليس فيهم بالغ، فلما رآهم ذرفت عيناه، ثم قال: يا بني، والله ما منعتكم حقا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، وإنما أنتم أحد رجلين: إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله، قوموا عني. قال هذا العالم:
الذي يحكي هذه القصة، فلقد رأيت بعض بنيه حمل على 100 فرس في سبيل الله، يعني أعطاها لمن يغزو عليها. ثم أكمل هذا العالم الذي يحدث بهذه القصة ويعظ ذلك الخليفة العباسي: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه، فأخذ كل واحد منهم 600,000 دينار، ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس أي يسألهم بكفه. وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب. فكن للأمانة راعيا، لا للخيانة تستكين، حتى ولو سرا فكن للسر حافظه الأمين. الناس تعجب بالذي قد صانها في كل حين، وتبجل الشخص الذي لم يفش سرا لا يلين. أدي الأمانة راجيا من ربنا كل الثواب، فمن خان الأمانة حصد الهلاك مع الخراب. الله يمتحن العباد والخائنون لهم حساب، أما الأمين هو الذي دوما يفضله الصحاب. إذا كنت قائما بحمل أمانة فأنت مؤتمن على أمانتك، مديرا كنت أو وزيرا أو رئيسا. وتذكر أن من ترعاهم أحرارا فلا تستعبدهم لنفوذك وسلطتك، فتذل في الدنيا قبل الآخرة. نحن لسنا بأوصياء على الأمة بل وكلاء عنها، ولكن وكلاء أمناء، فيجب علينا أن نؤدي لأمتنا الأمانة كما أخذناها منها. فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الأعرابي: كيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما ينقش عليه ومائل إلى كل ما يمال إليه. لم يسبق لي أن شعرت برضا أكبر من تحقيق نجاح من خلال التعامل بأمانة والالتزام الصارم بمبدأ أنك لكي تربح يجب أن يربح كذلك من تتعامل معهم. الأمانة من أفضل الصفات التي يجب أن يتصف بها الإنسان، فلقد لقب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالصادق الأمين، فقد أمرنا الإسلام بالتمسك بالأمانة. وعلى النقيض نجد الخيانة والغش، فهي ليست من الأخلاق المحمودة التي يجب التخلي عنها، فهي تجعل الشخص مكروها ممن حوله فيجتنبوه ويكون منبوذ من المجتمع. بينما الأمانة تجعل صاحبها شخصا محبوبا وموثوقا به بين الناس. لا يقتصر أحبتي في الله مفهوم الأمانة على البيع والشراء وحفظ الأموال فقط، لكنها تشتمل على حفظ السر وحفظ الدين والدفاع عنه والتمسك بالعقيدة وحفظ الجسد والأموال والأولاد. فهم أمانة يجب الحفاظ عليهم وحمايتهم، وأيضا الحفاظ على الأعراض، فلا تنجرفوا لطريق الفواحش. والعمل أيضا أمانة يجب تأديته بإتقان والمحافظة على أسراره. الصلاة أيضا أمانة يجب تأديتها والحفاظ عليها في مواعيدها. الأمانة صفة يتسم بها المؤمنين، فمن الصعب أن نجد مؤمنا يتصف بالخيانة. فالأمانة فطرة يتصف بها كلما تعمق في دينه وعرف ربه. والغش والخيانة أحد الكبائر التي تحرم المسلم من دخول الجنة، وسوف يحاسب الله تعالى الخائن حسابا عسيرا لخيانته وغشه، سواء كان بالقول أو بالفعل. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن
خليقة يعني خلق، وعفة في طعمة. والأمانات في الحياة لها أنواع كثيرة، منها أحبتي في الله الأمانة في العبادة. فمن الأمانة أن يلتزم المسلم بالتكاليف فيؤدي فروض الدين كما ينبغي، ويحافظ على الصلاة والصيام والزكاة وبر الوالدين وغير ذلك من الفروض التي يجب علينا أن نؤديها بأمانة لله رب العالمين. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، أخرجه أحمد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الأمانة في حفظ الجوارح، على المسلم أن يعلم أن الجوارح والأعضاء كلها أمانات، يجب عليه أن يحافظ عليها ولا يستعملها فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فالعين أمانة يجب عليه أن يغضها عن الحرام، والأذن أمانة يجب عليه أن يجنبها سماع الحرام، واليد أمانة والرجل أمانة، وهكذا. عن الحسن عن أبي هريرة، ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: العين تزني والقلب يزني، فزنا العين النظر وزنا القلب التمني، والفرج يصدق ما هنالك أو يكذبه. الأمانة في الودائع، ومن الأمانة حفظ الودائع وأداؤها لأصحابها عندما يطلبونها كما هي، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع المشركين، فقد كانوا يتركون ودائعهم عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليحفظها لهم. ولذا فقد حثنا صلى الله عليه وآله وسلم على رد الودائع إلى أصحابها. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. الأمانة في العمل، ومن الأمانة أن يؤدي المرء ما عليه على خير وجه، فالعامل يتقن عمله ويؤديه بإجادة وأمانة، والطالب يؤدي ما عليه من واجبات ويجتهد في تحصيل علومه ودراسته ويخفف عن والديه الأعباء، وهكذا يؤدي كل امرئ واجبه بجد واجتهاد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نوع آخر من الأمانة، الأمانة في البيع والشراء. المسلم لا يغش أحدا ولا يغدر به ولا يخونه. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
مر برجل يبيع طعاما فأعجبه، فأدخل يده فيه فإذا هو طعام مبلول، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من غشنا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. والآن إذا واحدنا يروح وينزل إلى الأسواق راح تشوفي أنه الطماطة أو الخيار أو الباذنجان الدرجة الأولى الجميل جدا موجود وين؟ بالأمام، وأما في الخلف النوعية الرديئة. فتقول للبايع: هذه مثل تلك؟ قال: أنا أعطيك منها هنا وليس كتلك، يعني ترى شيئا والذي يأتيك شيء آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوع آخر من الأمانة المسؤولية، أمانة كل إنسان مسؤول عن شيء يعتبر أمانة في عنقه، كان حاكما، والدا، أم، ابنا، وسواء كان رجلا أو امرأة فهو راع ومسؤول عن رعيته. عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلكم راع فمسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل ابن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. أحبتي في الله، إلا لم يجد رائحة الجنة. أمانة أخرى هي في حفظ الأسرار، المسلم يحفظ سر أخيه ولا يخونه ولا يفشي أسراره. عن عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله المستعان في أيامنا هذه. نوع آخر من الأمانة، الأمانة في الكلام، من الأمانة أن يلتزم المسلم بالكلمة الجادة فيعرف قدر الكلمة وأهميتها، فالكلمة قد تدخل صاحبها أو صاحبها الجنة وتجعله من أهل التقوى. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ولقد دعانا الله تعالى إلى الطيب والحسن من القول فقال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالكلم الحسن الطيب هو الذي يصعد إلى الله تعالى. قال جل جلاله: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حدث الرجل الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، بس مجرد أنه ينصرف خلص أصبحت في عنقه أمانة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم، والعياذ بالله. اللهم أجرنا من النار. وعن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. قال: فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي هذا يقول الشاعر: يموت الفتى من عثرة من لسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. فحفظ الأمانة وحسن أدائها دليل على صدق إيمان العبد، وخيانة الأمانة دليل على نفاق العبد. عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعوذ بالله من هذه الأصناف الأربعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيها المشاهد الوقور، كن شريفا أمينا، لا لأن الناس يستحقون الشرف والأمانة، بل لأنك أنت لا تستحق الضعة والخيانة. ولا يعجبك من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمناء من غير قوة كثيرون، والأقوياء من غير أمانة كثيرون، فضاعت مصالح الناس بين ضعف وخيانة، وندر اجتماع قوة وأمانة في شخص واحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إن خير من استأجرت القوي الأمين. سبحان الله، عرفت أمانته في لقاء عابر. الأمانة صفة تلحظها القلوب سريعا، لا تحتاج لمجهر حتى تكتشف. فاجعل أعمالك وتعاملك يشهدان لك بالقوة والأمانة، واعلم أنه حيثما وجدت الأمانة وجد الخير والبركة معها. فالأمين هو من يتعامل مع الله قبل أن يتعامل معك. قالت إحداهما يا أبت استأجره، لم يمنعها حياؤها من الاقتراح، والنتيجة أصبح موسى صهرا لهذا البيت. فلا تحقر أي فكرة ورأي، وما يدريك ما الذي سيكون أثره. ومهما كان الإنسان عاقلا وحكيما فقد تفلت منه الفرص. أصغ لأصوات محبيك لتقتنصها. رزقنا الله وإياكم فهم كتابه والعمل به، وجعلنا وإياكم ممن يقوم بحق ما ولاه الله عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.